السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في التتمة ديال درس الأعداد العقادية. إذا اليوم غنشوفوا فقرة مهمة جدا في الدرس وكنحتاجوها في الفقرات اللي الموالية إن شاء الله. أول حاجة غنتعرفوا على طريقة تحديد لاحق متجهة. شنو كنقصدوا باللاحق؟ هاد الأمور المتعلقة باللاحق كنت شرحتها في التمثيل الهندسي لعدد عقادي. اللاحق بحال إلا قلتي الإحداثيات، اللاحق ديال واحد النقطة بحال إلا قلتي الإحداثيات ديال النقطة. يعني في الدرس ديال الأعداد العقادية كنستعملوا مصطلح اللاحق كأنه إحداثيات نقطة أو لا إحداثيات متجهة إلى غير ذلك. حنا دابا بغينا نعرفوا الطريقة ديال تحديد لاحق متجهة، يعني إحداثيات متجهة. أولا نعتبر مستوى بي مستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر أو إي في، لكي يكون مطلوب منا لاحق المتجهة. مثلا لاحق المتجهة أبي. يلا ردوا معايا البال مزيان، حيت الا فهمنا القشر هذا راه نفس الطريقه في جميع التمارين الاخرى. وكما قلت لكم هذه الفقره هذه مهمه جدا، يعني التمثيل الهندسي ديال العدد العقادي مهم جدا وكنحتاجوه في بزاف ديال الامور. بالنسبه للاحق ديال المتجهه ا بي بحال الا قلتي افيكس، يعني اللاحق ديال المتجهه ا بي هاد افيكس هادي بحال اللي قلتي اللاحق ديال المتجهه الاحداثيات ديال المتجهه ا بي كتساوي. شوفوا معايا شنو غندير، غناخد اللاحق ديال بي يعني الاحداثيات ديال بي ناقص الاحداثيات ديال ا، اللاحق ديال بي ناقص اللاحق ديال ا، اذا كتساوي زيد دو بي ناقص زيد ا، وكتحسب داكشي اللي لقيتي راه هو اللاحق ديال المتجهه ا بي. إذن هذه الأولى. مثلا بغيتي اللاحق ديرو شي متجهة أخرى باش تبان لنا الفكرة مزيان، لاحق المتجهة مثلا بي سي، اللاحق ديالها بحال إلا قلتي أفيكس ديال بي سي كتساوي اللاحق ديال سي زيد سي ناقص ديال بي اللاحق ديال بي. اذا دابا بانت لكم الفكره مزيان وواضحه كيفاش كنحددوا اللاحق ديال متجهه. مزيان، هنا واحد الملاحظه حتى هي راه كتنفعنا بزاف. ملاحظه وخاصية في نفس الوقت، حيت هادو خاصيات. إلا عندك مثلا واحد المتجهة كتساوي متجهة، مثلا المتجهة AB كتساوي المتجهة BC، أشنو معنيت هادشي هذا؟ مثلا داكشي اللي كنا شفناه في السنوات اللي قبل، إلا عندك واحد المتجهة كتساوي واحد المتجهة، شنو كيعني داكشي؟ كيعني بأن الإحداثيات ديال هاد المتجهة كتساوي الاحداثيات ديال المتجهه الاخرى. نفس الشيء في الاعداد العقاديه، الا كانت واحد المتجهه كتساوي الاخرى يعني الاحداثيات ديال الاولى كتساوي الاحداثيات ديال الثانيه، او لا بصيغه اخرى اللاحق ديال الاولى كتساوي اللاحق ديال الثانيه. وهذه عاوتاني عندها واحد الاهميه كبيره جدا في واحد النوع ديال التمارين، ملي كيعطيك حدد اللاحق ديال واحد النقطة بحيث واحد الرباعي متوازي أضلاع ولا مستطيل إلى غير ذلك، داك التقاشر غنشوفوه من بعد. دونك شنو كنقصدوا بهذه القضية هذه؟ يعني اللاحق ديال المتجهة AB يعني الإحداثيات ديال AB كتساوي نيت الإحداثيات أو اللاحق ديال المتجهة BC. هادشي اللي كنقصدو. يلا دابا غنتلاقاو بعد قليل باش نديرو امثله تطبيقيه نفهموا هاد الامور مزيان ونعرفوا كيفاش نتعاملوا مع التمارين. اذا غنمشيو لمثال تطبيقي باش نطبقوا هاد الخاصيه دابا اللي شفنا. اذا التمرين على الشكل التالي، في مستوى متعامد ممنظم او اي في نعتبر النقاط ا و بي و سي التي الحقها على التوالي هي. اشنو كنقصدو عاوتاني بالالحاق؟ بحال الا قلتي الاحداثيات، اللاحق ديال ا هو هاد ا صغيره كيساوي هاد التعبير هذا.
بي كبيرة يعني النقطة بي اللاحق ديالها هو بي صغيرة، جذر 3 ناقص 2 اي، واللاحق ديال سي هو ناقص 6 اي. مزيان. السؤال الأول، حدد لاحق المتجهة ا بي ا سي بي سي. يلا نجاوبوا عفاكم باش نطبقوا دوك الخاصيات. إذا بالنسبة للمتجهة ا بي اللاحق ديالها افيكس، افيكس ديال ا بي يساوي شنو قلنا عليها؟ كنديروا اللاحق ديال بي ناقص اللاحق ديال ا. فين هو اللاحق ديال بي؟ هو بي صغيره. اذا بي صغيره اللاحق ديال ا، يعني الاحداثيه ديال ا هي ا صغيره. وكتحسب بي شحال كتساوي ا شحال كتساوي هي هذه، ولكن واحد ناقص، شوف راه ناقص ديال ا. عندكم ديروا هذا الخطا هذا ديما الاقواس باش ما نديروش خطا في شي اشاره. وغنشر جذر مربع 3 ناقص 2 اي ناقص 2 زائد اي. نقاد مازال هاد القشر هذا شحال غيعطينا؟ هذا وهذا ما فيهش اي، اذا غنعزلو على اليسار. هذا وهذا شحال غيعطينا؟ ناقص 2 اي زائد اي كتعطيك ناقص اي. اذا هذا هو اللاحق ديال المتجهه ا بي، هذا الجزء الحقيقي وهذا الجزء التخيلي. صافي، هذا راه عدد عقادي، كيتسمى عدد عقادي. نمشيو لديال اسي نفس الطريقه. يعني افيكس اسي كيعطينا اللاحق ديال سي ناقص اللاحق ديال ا، حيت عندك ا سي واللي كتساوي سي ناقص 6 اي ديال ا. ندير عاوتاني الاقواس شحال كيساوي ديال ا، 2 ناقص اي ونحسبو. واللي كتعطينا هادي مع هادي ناقص 2 بعدا، هادي مع هادي كتعطيك ناقص 5 اي. اذا اللاحق ديال المتجهه ا سي هو ناقص 2 ناقص 5 اي. صافي، غنمشيو لديال بي سي. افيكس ديال بي سي كتعطينا سي ناقص بي، حيت عندك بي سي يعني حسب القاعده ديال سي دائما كتساوي ناقص 6 اي ناقص، وخصني ندير الاقواس ديال بي كيساوي جذر 3 ناقص 2 اي. وغنسد القوس ونبقى نحسب، ننشر داك ناقص نزيد، باقي نبقى ندير الحساب. غتعطينا هادي مع هادي غتعطينا، نبداو بعدا بهذا اللي ما فيهش اي، جذر ناقص جذر 3 ناقص 6 اي زائد 2 اي كتعطيك ناقص 4 اي. اذا اللاحق المتجهه بي سي هو ناقص جذر مربع 3 ناقص 4 اي. اذا هذه هي الطريقه ديال الاجابه على هذا النوع ديال التمارين. دابا غنمسح السبوره باش نمشيو للسؤال الثاني. دابا غنمشيو للسؤال الثاني مهمني، اللي هو حدد لاحق النقطه دي بحيث ا بي سي دي متوازي اضلاع. اذا ملي عطاونا ا بي سي دي متوازي اضلاع، باش كيفكرنا هذا الشيء؟ هذا كيفكرنا بواحد الخاصيه اللي كنا شفناها عاوتاني في السنوات اللي قبل. الا كانت جوج متجهات متساويه فانها تكون متوازي اضلاع، يعني رباعي متوازي اضلاع. انا شنو غندير؟ غنرسم هذا متوازي اضلاع كما عطاونا، حيت خصنا نحترموا الترتيب ديال النقط. انا غنرسمه باش ما نتلفش، وديك الساعات ناخذ جوج متجهات. مثلا هذا هو متوازي اضلاع ا بي سي دي كما عطاونا، يعني الترتيب اللي عطاونا. امتى غيكون هذا متوازي اضلاع؟ الا كانت المتجهه ا بي كتساوي المتجهه دي سي، او لا الا بغيتي تاخذ هذه المتجهه مثلا ا دي كتساوي بي سي، او لا مثلا سي بي خصها تساوي دي ا. صافي، يعني كتختار جوج متجهات متساويين باش يكون لنا متوازي اضلاع. يعني ملي تيقول لك راه متوازي اضلاع، عرف واش كاينين تما جوج متجهات راه متساويين. انا غناخذ مثلا المتجهه ا بي
كتساوي دي سي، هذه كتساوي هذه. بما ان ABC يعني الطريقة ديال الإجابة ABCD متوازي أضلاع، إذن المتجه AB كما قلنا كتساوي المتجه DC. احنا خرجنا جوج متجهات، اذا دابا بغيت نخرج اللاحق ديال دي، حيت اللاحق ديال دي هو مجهول، الاحداثيه ديال دي مجهوله. شنو غندير؟ غندخل افيكس. ها انتم عندكم واحد الخاصيه اللي كنت عطيتكم، الا كانوا جوج متجهات متساويين راه حتى اللاحق ديالهم غيكون متساوي، يعني غندخل ديك افيكس. اذا غتعطينا افيكس ديال ا بي كتساوي، غنمسح هاد اذا باش تكون عندي البلاصه، كتساوي افيكس ديال دي سي. مزيان، من بعد شحال كتساوي افيكس ديال ا بي؟ بحال اللي قلتي الاحداثيات ديال ا بي، ها هي عاود ثاني هادي كتحولها لهادي اللي هي بي صغيرة ناقص ا صغيرة، يعني اللاحق ديال بي ناقص اللاحق ديال ا، ها هما اللاحق ديال ا و بي تساوي هادي عاوتاني عندك اللاحق ديال المتجهة دي سي. اشنو غتعطينا؟ غتعطينا اللاحق ديال سي ناقص اللاحق ديال دي، اللاحق ديال سي ناقص اللاحق ديال دي، مثلا غنسميه دي صغيرة، يعني اللاحق ديال دي النقطة دي هو دي صغيرة كما درنا لهادو. مزيان، اشنو هو المجهول؟ هو دي، هذا دابا اللي كنقلب عليه، هذا هو اللي كنقلب عليه. اما سي و ا و بي راه عندك كتعوض كل حاجة بلاصتها. ديال بي شحال كيساوي؟ جذر 3 ناقص 2 اي ناقص ديال ا شحال كيساوي؟ جوج ناقص اي، اللي كتساوي سي شحال كتساوي؟ ناقص 6 اي ناقص دي. دي كما قلنا هو المجهول، اذا غنحاول نجيب دي لهذا الطرف غيولي دي، حيت كان ناقص دي جبتو لهذا الطرف ولا دي، هادو غنديهم لذاك الطرف. هاد ناقص 6 اي جذر 3 الا دينا لذاك الطرف غيولي ناقص جذر 3، ناقص جوج اي الا دينا لذاك الطرف غيولي زائد جوج اي، وهذا بناقص ديالي الا دينا لذاك الطرف غيولي زائد جوج ناقص اي، يعني كتعزل المجهول في طرف وكدير دوك الاخرين في طرف اخر. يلا نحسبوا هاد العجب هذا، هنا هاد القوس متبوع بزائد يعني نحيدوه ماشي مشكل، نحيدوا هاد القوس حيت متبوع بزائد. 6 اي اولا ناقص 6 اي زائد جوج اي كيعطيك ناقص 4 اي، هذا مع هذا كيعطيك ناقص 4 اي، ناقص اي يعني ناقص 5 اي، وهذا مع هذا غنعزلهم. جوج ناقص جذر 3 نشوفوا شحال غتساوي، كما قلنا هي ناقص 6 باش تبان لكم، زائد جوج ناقص واحد يعني هذوك اللي فيهم اي، واللي كتعطينا ناقص 5. دونك هنا ناقص 5 اي، اذا اللاحق ديال النقطه دي هو هاد دي صغيره اللي كيساوي جوج ناقص جذر 3 ناقص 5 اي، هذا عدد عقادي، يعني الجزء الحقيقي ديالو هو جوج ناقص جذر 3 والجزء التخيلي ديالو هو ناقص 5، اذا اللاحق هو هاد التعبير هذا، ومنه لاحق النقطة دي وهو، وكتعاود كتكتب هاد العجب هذا. إذا هذه هي طريقة تحديد اللاحق ديال واحد النقطة اللي كتكون لنا الرباعي متوازي أضلاع، ونفس الطريقة في جميع التمارين اللي مطلوبة منك هاد القضية هذه. دابا غنمسح السبورة باش نمشيو لأشياء أخرى. دابا غنمشيو لمسافة نقطتين، يلا ردوا معايا البال. مثلا كيتعطى لك السؤال هو احسب
المسافة AB. إذا الخاصية ديالنا باش نحسب المسافة بين A و B كنستعملوا المعيار. راه ديجا عطيتكم الشكل، يعني مثلا ملي تتكون عندك واحد النقطة رسمتيها هي M، إلا بغيتي المسافة و M هي المعيار ديال ديك M. هنا لا، عندك A و B، المسافة بين A و B كتساوي المعيار ديال اللاحق ديال بي ناقص اللاحق ديال ا. اللاحق ديال بي، احداثيات ديال بي ناقص ديال ا، او لا العكس، اللي هي نيت اللاحق ديال ا ناقص اللاحق ديال بي. راه الا بدلتي لهم الترتيب ماشي مشكل، حيت القيمه المطلقه ديما كتعطينا نفس العدد اللي غتعطينا هنا، هو نفس العدد اللي غتعطينا هنا، ما غيكونش سالب، حيت نورمالمون ملي قلبناهم خص يكون عدد سالب، ولكن هذه القيمه المطلقه كتخليه كيولي عدد موجب. هادشي علاش كنقولوا هادي راه كتساوي نيت هادي. نديروا شي خاصيه اخرى، مثلا كيعطيك احسب المسافه بي سي، مثلا المسافة بي سي بين بي و سي كتساوي اللاحق ديال سي ناقص اللاحق ديال بي، او لا العكس، اللاحق ديال بي ناقص اللاحق ديال سي. إذا هذه هي طريقة حساب مسافة بين نقطتين. إذا نتلاقاو بعد قليل باش نمشيو للمثال التطبيقي. إذا غنمشيو للمثال التطبيقي، غنخدمو على نفس التمرين. إذا هنا أحسب المسافة AB و BC و AC. يلا نبداو بالمسافة AB، غنطبقو الخاصية ديالنا. المسافة AB كتساوي القيمة المطلقة ولا المعيار اللاحق ديال B، فين هو؟ هو B صغيرة ناقص اللاحق ديال A اللي هو A صغيرة. كنعوض وكنحسب بي كتساوي جذر مربع 3 ناقص جوج اي ناقص، يعني كنعوض داكشي اللي للوسط ديال القيمة المطلقة، ا جوج ناقص اي اللي كيساوي جذر مربع 3 ناقص جوج اي. هنا غنشر داك ناقص، غتعطيك ناقص جوج زائد اي، ونقدو مازال الحساب. اللي ما فيهمش اي غنعزلهم بوحدهم. واللي فيهم اي غنعمل باي، اولا نحسب ناقص جوج اي زائد اي شحال كتساوي؟ كتساوي ناقص اي، كتساوي ناقص اي. مزيان، دابا كيفاش غنحيد هذه القيمه المطلقه؟ كيفاش كنحسبوا اصلا المعيار؟ شوفوا معايا مزيان كيفاش كنحسبوا المعيار الى عقلتوا عليه، ديال واحد العدد العقدي الزد، كنديروا القيمة المطلقة الجزء الحقيقي والاستثنان زائد الجزء التخيلي والاستثنان، واللي كيعطينا واحد العدد R. صافي، هذا هو المعيار، حيت الزيد أصلا كيتكتب بصفة عامة بهاد الشكل، A زائد E B. هنا عندك واحد العدد العقدي الوسط ديال القيمة المطلقة، فين هو الجزء الحقيقي ديالو اللي كيمثل ليا A؟ اللي ما حداهش اي هو هذا اللي بين قوسين، واللي حداه اي هو ناقص واحد. اذا غنحسب المعيار ديالو، حيت هذه الكتابه كتعني المعيار ديال القيمه المطلقه الجزء الحقيقي والاستثنان، هذاك اللي ما حداهش اي والاستثنان زائد بي والاستثنان، يعني اللي حدا اي والاستثنان. شنو هو اللي حدا اي؟ هو ناقص واحد. اذا الفكره واضحه جدا، وغنحسب هذا كما كتلاحظوا، يعني عدد غننشرو حيت باش نقد الحساب، اولا الا بغيتي تخليه بحال هكا وتحيد غير ديك ناقص حيت الاستثنان، اللي عجبك دير. اذا جذر مربع 3 والاستثنان هي يعني 3 ناقص جوج في جوج في جذر مربع 3 هي 4 جذر مربع 3 زائد جوج في الاستثنان اللي هي 4.
منين جبت هاد الشيء هذا؟ راه بحال الا عندك متطابقه هامه، ا ناقص بي الكل اس 2 كتساوي ا اس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2. انا غير حسبتها ديريكت، راه باينه ناقص 1 اس 2 هي نت زائد 1. ونبقى نقاد الحساب حتى نلقاو هاد التبسيط. اذا هنا عندك 4 زائد 3 ولا هذيك 3 زائد 4 هي 7 زائد 1 هي 8. هذه غتبقى كما هي صافي. هذا هو المعيار، يعني غتحبس غير هنا. هذا عدد موجب، الا حسبناه راه غنلقاوه عدد موجب، حيت ديما المعيار كيكون موجب. اذا المسافه بين ا و بي كتساوي هذا العجب هذا، الا حسبتيه بالاله الحاسبه راه غيعطيك بالفاصله. اذا غنمسح السبوره باش نمشيو للتتمه ديال السؤال. اذا دابا غنمشيو نحسبوا المسافه بي سي نفس الطريقه، القيمة المطلقة اللاحق ديال سي ناقص اللاحق ديال بي، وكنعوض الوسط ديال القيمة المطلقة باللاحق ديال كل حاجة. سي هي ناقص تا اي، بي هي جذر مربع ثلاثة ناقص جوج اي. نقادو الحساب مازال، النشر واللي كتعطينا ناقص جذر 3 ناقص 6 اي زائد 2 اي هي ناقص 4 اي. هذا عدد عقادي الوسط ديال القيمة المطلقة. هذا كيبت لي الجزء الحقيقي وهذا الجزء التخيلي. بحال عندك ا زائد اي بي، بغيتي المعيار ديالو. اذا المعيار ديالو كيساوي جذر مربع هذاك اللي ما حداش اي اس 2 زائد اللي حدا اي اس 2. شنو هو اللي حدا اي؟ هو ناقص 4. كما كتلاحظوا راه كنديروا كاملا بين قوسين، حيت هذا كاملا كيمثل ليا بي، ماشي كنخرج ديك ناقص. اتونسيون، دونك هنا الثاني ناقص اس 2 غتمشي، جذر 3 هي نت 3 يعني جذر 3 اس 2. ناقص مع اس 2 غتمشي، 4 اس 2 هي 16. واللي كتعطينا اذا شحال غيعطينا هذا العجب هذا؟ غيعطينا 19. اذا هذه هي المسافه بين بي و سي. دابا غنمسح السبوره باش نمشيو لاخر مثال. غنحسبوا المسافه ا سي لاحق سي ديال سي ناقص لاحق ديال ا. سي هي ناقص تا اي ناقص جوج ناقص اي، واللي كتعطينا ناقص تا اي ناقص جوج زائد اي، واللي كتعطينا ناقص ستة مع زائد واحد يعني ناقص خمسة. هذا عاوتاني عدد عقدي غنحسب ليه المعيار ديالو اللي غيعطينا ناقص جوج اس 2 الجزء الحقيقي اس 2 والجزء التخيلي اس 2، واللي كيعطينا بطبيعة الحال هنا 4 وهنا 25. ديك ناقص راه كتمشي، شحال غيعطينا هاد العجب عاوتاني؟ عندك 5 زائد 4 هي 26. صافي، هادي هي طريقة حساب المسافة بين نقطتين. إذا كما قلت لكم سابقا هذه المسافة هذه كنحتاجوها في أمور أخرى اللي غتجي من بعد، دونك خصنا نردوا ليها البال مزيان ونديروا بزاف ديال التمارين باش نفهموا أكثر كيفية حساب هذه المسافة هذه. إذا نتمنى تستفدوا من هذا الفيديو هذه، وقبل غنعطيكم واحد التمرين بسيط جدا. إذا أنتم غتعطيوني مثلا إلا اعتبرت نقط أ و بي و سي التي ألحقها على التوالي هي ا كيساوي 1 على 2 زائد 5 اي، و بي كيساوي اي، و سي كيساوي مثلا 4 زائد 2 اي. غتحددوا لي اللاحق ديال نقطة دي، حدد اللاحق ديال نقطة دي بحيث ا بي سي بي سي دي متوازي اضلاع، وغتحسبوا لي المسافه ا
دي و بي دي او لا بي دي. اذا هذا هو التمرين فقط للتاكد بانه فهمتوا هذه الامور اللي شرحنا في هذا الفيديو هذه، والاجابات ديالكم يمكن لكم تحطوها اسفل هذا الفيديو هذه في التعليقات. شكرا على التتبع ديالكم، موعدنا مع فيديو اخرى ومع فقره اخرى، والى اللقاء. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. جميع الحقوق محفوظه لدى قناه.